حافظت روسيا على ترسانة مهولة من الأسلحة التي كدسها الاتحاد السوفيتي للحرب العالمية الثالثة. الآن وبعد الصيانة والتحديث يجري إرسال بعض من ذلك المخزون الاستراتيجي إلى جبهات القتال. من بين المعدات العسكرية السوفيتية التي تبدو مفيدة للجيش الروسي في أوكرانيا القطار المدرع. في ثلاثينيات القرن الماضي اشتهرت أغنية شعبية تقول: نحن شعب مسالم لكن قطارنا المدرع يقف على سكة الاحتياط. يبدو أن هذه الأغنية لم تفقد أهميتها اليوم. القطارات المدرعة الروسية تمر عبر منطقة العملية العسكرية الخاصة. القطار المدرع يتألف من قاطرة وعربات مدرعة فيها ثغرات للقنص، ومن منصة مدرعة مزودة نظاما مضادا للطائرات، فضلا عن منصة تحمل دبابة أو مركبة مدرعة. وتتقدم القطار كاسحة ألغام، أما من الخلف فيتصل برصيف هو الآخر يتحمل الألغام الأرضية. وفقا لوزارة الدفاع الروسية يعمل في منطقة العملية العسكرية قطاران مدرعان فولغا وينيسي، إنهما مصممان للحماية والاستطلاع الهندسي وإصلاح مسارات وجسور السكك الحديد، ولا يشاركان مباشرة في العمليات القتالية. دخول هذين القطارين في الخدمة على جبهات القتال يشير بجلاء إلى أن الجيش الروسي ينوي التقدم في عمق أوكرانيا، وهذا سيتطلب نقل القوات والمعدات والعتاد بأعداد كبيرة بواسطة القطارات. سلام العبيدي، سان بطرسبورغ، الميادين.